أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل
قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Yeah.
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا ذا غلام
والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي لا يفلح الظالمون أوه.
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به